بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا انا الفتره دي هتلاقيني نشط وبحاول اشرح لك استراتيجيات كتيره، بحاول اللي هو يعني بحاول قدر المستطاع اقلل عدد الدارسين في دورتي التحليل الرقمي والهيدج، ان انا اشرح حاجات مجانيه يقوم الناس يشتغلوا بيها وما يجوش الدوره، لان احنا طالبين عدد محدد للغايه. تمام. ومش معنى ان انا بشرح حاجة مجاني ان هي حاجة غير ذات قيمة، لا، هتلاقيها لها قيمة كبيرة. بس خلينا واحدة واحدة، تمام، خليك معايا واحدة واحدة. انا هنا شايف الشمعة ديت، الشمعة دي مهمة بالنسبة لي، شمعة الساعة ديت مهمة بالنسبة لي، اقدر اعدي بيها تقييم. تقدر تعدي بيها تقييم ان شاء الله. ازاي؟ انا الشمعة ديت بعد ايه؟ ده اتجاه هابط، هو ما بيقالش، يعني ما تقدرش تقول كلمة اتجاه. كلمة اتجاه دي عيب، عيب ان انت ممكن تقول اتجاه فرعي، لكن مش اتجاه رئيسي. انت بتتكلم في شغل ساعة، ده شغل عشوائي. يعني الاتجاه الميجور ترند بيكون على الشهري والاسبوعي، لكن ما تقدرش تقول اتجاه، لكن تقول حركة. تمام. هذه الحركة الهبوطية نتج عنها ان جموع البائعين ما قدروش يسيطروا على الاسعار الا عندما ذهب زوج العملة الباوند مقابل الين الى كام؟ الى 159.5. فانا زي الشاطر كده هعمل ايه؟ هعمل 195. تمام. وبلاش اعمل 195، هعمل 194.50. هقلل ايه؟ هقلل 50 نقطة عن السوق. تمام. ادي اي، يبقى ده المخاطرة الخاصة بشراء الباوند ين. حلو الكلام، كلام جميل. في عندي مخاطرتين، واحد هيقبل ان هو لا اخليها عند 195 وان شاء الله مش هيلمسها، وواحد تاني يقول لك لا خليها طيب اسفل ال 195، خليها 194 90، 194 80. وواحد تالت يقول لك لا، حتى اتاكد ان هو خلاص هيكسر الويفا دي خالص، اخليها 194 50، على حسب ادارتك لراس المال. الراجل اللي بيعمل عقود كبيرة فبيحتاج اللي هو يعمل ستوب قليل قدر المستطاع، يبقى عايز يشتري 195 20، 195 10، فاهم، ويضع الستوب ايقاف الخسارة الخاص بيه 20 نقطة او 30 نقطة، لان هو ناوي يدخل ب 3 ستاندر ب 4 ستاندر، فاهم. ممكن تبقى صفقة واحدة، وده كان بيحصل في الواقع العملي. يعني احنا مثلا كفريق عمل، علي يوسف قال على صفقة، فعلي يوسف راجل يعني بيخاف، كل ما تتعلم اكتر تخاف، كل ما تتعلم اكتر تخاف من صانع السوق، تخاف من السيد السوق. تمام. وبالتالي تحترم السوق يحترمك، ما تحترمش السوق هيقل منك. دي قاعدة احنا اتعلمناها. طيب يا سيدي، والتحليل الرقمي ومش عارف ايه، طب ما تدخل لا انا ادخل ب1 دولار. تمام. دخلت ب1 دولار عند 195 30، 195 50، اعلى من السعر اللي موجود قصادكم على الشاشة. انا باجزم بنسبة 99.9، والله العظيم هكسب. شوف انا وصلت لايه، بقول لك وتابع الاسعار الخاصة بالباوندين، والله العظيم هكسب. طب ليه؟ لان انا عامل ادارة رأس مال. طيب ماذا ستصنع؟ انا دخلت ب1 دولار في حساب مثلا ب1000 دولار، فكر في الكلام ده وهتلاقي ان انت سهل جدا ان ال1000 دولار تحولهم 2000 وتحولهم 3 بمجرد هذه الاستراتيجية الساذجة، لمجرد ان انت عرفت اتجاه حركة. تمام. انا دلوقتي بقول ان الباوند ين هيبدا يصعد. طيب على اساس ايه؟ على اساس الشموع اللي فوق مستوى ال 195. طب هتشتري بقد ايه؟ هشتري بواحد دولار. طيب ليه؟ اصلا انا عاوز 100 نقطه 200 نقطه. تعرف يعني ايه 100 نقطه 200 نقطه؟
وداخل ب1 دولار، انت ممكن تحقق 100 دولار، 200 دولار. انت بتكلمني ان انت تحقق 10% 20% في حساب الـ1000. انت تتحدث انك عاوز في صفقة وحيدة تعمل 10% 20% في صفقة وحيدة. طيب ايه استراتيجيتك؟ انا استراتيجيتي هيدج، انا هاجي عند مستوى ال 194 50 وهعمل بنصف دولار، بنصف دولار بيع، تمام؟ يبقى انا ثبت خسارة نص دولار. يعني ايه ثبت خسارة؟ مش انا فتحت بواحد دولار، تمام؟ فانا هثبت بنص دولار. طب هتثبت بنص دولار ليه؟ يقول لك علشان انا عندي يقين او شبه يقين ان زوج العملة ده هيصعد مرة اخرى مجددا، تمام؟ فالفرق اللي هو نص دولار ده هعرف اطلع منه بفلوس. وهاجي هنا طبعا كلما هبط، تمام، يبقى انا ايه معايا نص دولار، تمام. النص دولار ده هشوف هو بقى هيجيب اخره فين، وروح اقفل الصفقة واعمل بقى منظومة الهيدج متكاملة، تمام، بقى باسلوب تكوين مراكز شرائية، باسلوب مضاعفات زي ما انا عاوز، وفقا طبعا لشروط كثير، تمام. دي استراتيجية. استراتيجية تانية يقول استاذ علي انا مش داخل عشان اكسب 100 دولار ولا 200 دولار. لو انا داخل سوق الفوركس عشان اكسب 100 دولار ولا 200 دولار، لا، انا اشتغل اي شغلانة تانية، انا عايز فلوس. والله احنا كلنا عاوزين فلوس. عايز تعمل ايه؟ يقول لي لا، انت مش 195 ديت قوية عندك؟ اقول له اه. يقول لي طب ايه رأيك انا هدخل عند 195 20؟ اقول له تمام. يقول لي 195 20 ديت هعمل الستوب الخاص بيا 194 80 40 نقطة. اقول له اه. يقول لي هعمل عقد استاندر. اقول له بس ده كتير كتير جدا عقد استاندر. يقول لي لا، انا يا استاذ علي هعمل عقد استاندر، اما اني زوج العملة ده يصعد 100 نقطة 200 نقطة وأربح مثلا 1000 دولار 2000 دولار، أو إني أخسر مثلا 400 دولار. فاهم؟ هي ديت خلاص. ف طرق إدارة رأس المال حتى في استراتيجية واحدة بتحول أرباحها، لكن أنا عاوز الاستمرارية. أنا هو بص شايف الشمعة ديت، آه شيطان التداول بقى يجي لك في الشمعة دي، يقول لك يا علوة يا حبيبي دولار إيه اللي عاوز تدخله؟ يا ابني هو أنت مش ناوي تسيب الفقر بقى؟ يعني مش عارف أنت إيه بتعشق الفقر، بتدخل ده أنت التحليل الرقمي والهيدج ادخل يا راجل. استاندر إيه؟ بص توكل على الله وادخل بأربعة استاندر، ولا أقول لك ما تخليهم 10 يا عم. 10 ايه؟ يا راجل خليها بقى، خليها تربح كده ويعني يبقى يوم جميل. يا سيدي مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده في اسواق المال. ممكن تحدث حركة عشوائية وبعد كده يصعد يجيب مش التارجت ده، يجيب تارجت التارجت. يعني لو انت راسم ان الباوندين هيصعد 100 نقطة 200 نقطة، لا ممكن تجده يصعد 300 نقطة 400 نقطة وتتحسر بقى، تبقى قاعد كده ايه ده. فأهم حاجة هي الاستمرارية. الصفقات ما أكثرها، يعني الصفقات كتيرة جدا، تمام. يبقى أنا قلت لك ايه الأساليب المختلفة. في واحد بقى تاني، وده صديق، صديق عزيز جدا، علمته التحليل الرقمي وكده، وبسم الله ما شاء الله بقى من أغنياء القوم. فاتصل بيا ومش عارف ايه، وعايز اقعد معاك واشكرك ومش عارف ايه وبتاع. فقال لي انا خلاص انا عرفت الفوركس. قلت له عرفت الفوركس يعني ايه؟ مش فاهم. قال لي انا عرفت اشتغل ازاي في الفوركس. فكان بيشتغل بقى ايه، هو كان بيشتغل ب10,000 دولار، تمام. ب10,000 دولار هو قلبه جريء شوية. انا اخري 2000 دولار في الفوركس، ما احطش اكتر من كده. يحط 10,000 دولار ويعمل الصفقة مثلا ب4 دولار، يعني صفقة زي الباوند ديني ديت تعجبه.
روح عامل ايه، يدخل فيها باربعة دولار، تمام، بس يدخل فيها باربعة دولار ايه، اتنين واتنين، ركز في الطريقة دي برضو، اللي هو هدخل عند 195 40، هدخل باتنين دولار، ولو هبط لغاية النقطة اللي أنا مفروض أشتري عندها ال195 ديت، خلاص هعمل الاتنين دولار الآخرين، تمام، أو إنه هيصعد فيروح مثلا 195 60، فهشتري بالاتنين دولار، ألحق زوج العملة قبل ما إيه، ما يطير، فاهم يعني، إما إنه ينزل قرب الخط اللي هو أنا محدد إن أنا أشتري عنده، فأشتري عند 195، أو إنه هيطير بقى وتبدأ بيه شمعة، على حسب الشمعة اللي هو بيتابعها، فيبدأ يدخل بالاتنين دولار الآخرين، فدخل بأربعة دولار، ويضع إيقاف الخسارة الخاص بيه مثلا 250 نقطة، 200 نقطة، 300 نقطة، على حسب زوج العملة والمدى الخاص بيه والتحرك الخاص بزوج العملة، تمام. فكان اللي يحصل ايه، ان الباوند ين مثلا روح صاعد مثلا 200 نقطة، فصاحبنا ده مثلا او صعد اكتر، فصاحبنا ده يكسب كام، تجده مثلا كسب 800 دولار، كسب 1000 دولار، فاهم، ف1000 دولار دي بالنسبة له هو عمل 10%، فاهم الحتة ديت، فهو بقى يقعد عمل الباوندين، تاني يوم تلاقيه شغال في زوج آخر، ويسيب الباوندين ده ياخد التارجت بتاعه، فالباوندين ده ممكن يصعد مثلا 300 نقطة، 400 نقطة، المهم ان هو ايه، ياخد اكبر قدر مستطاع. في ناس خلي بالك تقدر تشتغل في اكتر من زوج عملة، ده على حسب سلوك المتاجر، وفي ناس ما تقدرش تشتغل الا على زوج عملة واحد، تمام، هو ربنا خلقه كده، هو ما يقدرش، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، واحد يقولك انا بتبرجل ومبقاش عارف يعني راسي من رجلي، لما انت تقولي ادخل على الزوج ده وادخل على الزوج ده، هو زوج واحد، انا عاوز اشتغل يا استاذ علي على زوج واحد وابقى حافظه، تمام، بص الباوندين الحركة بتاعته عمال يصعد ويهبط وبتاع، فهو صاحبنا يعمل الصفقة وخلاص وانتهى الامر، تمام. ده اسلوب، اسلوب جيد. ناس تانية يقول لك لا، انا مثلا هدخل بعقود صغيرة جدا، زي صاحبي ده اللي بيضع مثلا حساب ب1000 دولار و2000 دولار، ويدخل بصفقة ب10 سنت، 10 سنت فقط لا غير، تمام، 10 سنت، ويعمل ايقاف الخسارة 1000 نقطة، تمام، او بدون ايقاف خسارة، بس هو داخل ب10 سنت. طب انت يا سيدي التارجت بتاعك ايه؟ يقول لك انا بسيب الصفقة، بشتغل مثلا على الباوندين، اعمل تكوين مراكز شرائية طالما عارف ان هو اتجاه صاعد، بحيث ان انا هاخد منه 300 دولار، 300 دولار هاخد منه 300 دولار، تمام، صفقات متكررة. اللي زي ده بقى بيكون صياد، فاهم ليه؟ شغال ب 10 سنت، فانت لما تيجي تحسبها هيعمل ايه بال10 سنت؟ لا ده بيكسر الدنيا بال10 سنت. ليه؟ بيعرف يدخل على الباوندين صفقة ب 10 سنت، فهو لو عكس عليه 100 نقطة هيخسر كام يعني، فاهم؟ فهو بالنسبة له طالما هو وصل للحتة دي من الناحية السيكولوجية، ان مش فارقة معاه الخسارة، تلاقيه بيكسب، تلاقيه بيكسب، ويعرف يعمل متوسطات سعرية، سواء متوسطات شرائية او متوسطات بيعية، ويعرف يعمل مضاعفات، يعرف يعمل حاجات كتيرة جدا، ويعرف يدخل على أزواج عملات كتير، وبالتالي الزوج ده هياخد منه 20 دولار، والزوج ده 10 دولار، والزوج ده 30 دولار، وهكذا، تلاقي وده 5 دولار، وهكذا، تمام. فتلاقيه في نهاية الشهر بيقول لك الألف الحمد لله ربنا أكرمني، وأصبحوا 1500 دولار. إيه ده؟ كسبت 50 دولار بهذه الاستراتيجية الساذجة؟ ده انت بتعمل عقود صغيرة، يقولك ما العقود الصغيرة دي هي اللي وصلتني. شفت الاتجاهات الفكرية في الاستراتيجيات؟
واحد بيدخل بعقود كبيرة تمام ويقول لك هي ضربة، واحد تاني يدخل بعقود صغيرة. اشتغل باللي بيكسبك واشتغل باللي انت بتعرفه وتعرف تعمله ومناسب لسيكولوجية المتاجرة الخاصة بيك. في ناس لا تتحمل أن ترى الخسارة، يعني يبص كده على المنصة لو لقى خسارة ما يقدرش يشتغل. فاللي زي ده أقول له لا، خليك في العقود الصغيرة، لأن أنت مهما قلت ومهما عملت وقلت إدارة رأس مال ومش عارف إيه، كل الكلام ده أنت مش هتنفذه، لن تنفذ مثل هذا الأمر. خليك في عقود صغيرة بحيث إن أنت توصل للتارجت. التارجت ده والأهداف ديت لو مش هتحقق أحلامك هتلاقي نفسك بتنفر من سوق الفوركس، مش عاوز تشتغل فوركس. خلي بالك من أمر مهم جدا، لو أنت عاوز تعدي تقييم لازم يكون جواك طاقة إيجابية كبيرة جدا. طب والله وأقسم بالله أحكي لكم عن موقف غريب حصل معايا. كان في إحدى الشركات الكبيرة وكنت واخد منها حساب، والحساب كان خسران. قاعد أنا وزوجتي بنتفرج على التلفاز لأحد الأفلام تقريبا المأساوية، مش عارف كانت البطلة اتشلت وبعد كده كان زوجها مات وبعد كده هي اتشلت وبعد كده ابنها مش عارف تاه وانا خسران في الحساب. فقلت لا حول ولا قوة الا بالله، ده كده الفوركس ارحم يعني من الافلام ديت. فقلت لا انا مش هتفرج على الفيلم. فزوجتي قالت لي انت رايح فين؟ قلت لها رايح انا هعدي التقييم النهارده. قالت لي انت خسران في الحساب. قلت لها انا هعدي التقييم النهارده. والله العظيم ده حصل، خلال ساعتين كنت بعدي التقييم مع ان انا كنت خسران في الحساب. طب ايه اللي جالي ده؟ ايه الطاقه الايجابيه اللي جات لي مره واحده؟ وقتها ادركت ان الطاقه الايجابيه اللي جواك هي اللي هتخليك اما تنجح او تفشل. فاكرين انتوا قبل كده في حسابين عديتهم وكان حضراتكم شفتوها، اللي هي حسابات 50,000، لقيتوني في يومين عديت حساب 50 ورحت مشتري حساب 50 ورحت معديه هو كمان تمام. فهي القصة سيكولوجية المتاجرة. سيكولوجية المتاجرة عندك ايه؟ ما يبقاش انت عندك زي بيقولوا ايه مشاكل الدنيا كلها وجاي لعلي يوسف تقول له ايه استاذ علي انا عايز اتعلم تحليل رقمي. ايوه ماشي اتعلم تحليل رقمي. قال لي فيبدأ يحكي لي فيقول لي اصلا عندي مشاكل ومش عارف ايه فاقول له طب مفيش حاجة هتفيدك، ما انت لازم برضو اللي جاي عاوز النصيحة لازم تنصحه صح. مفيش اي نوع من التحليلات ولا حتى اقوى الدورات هتفيدك وانت سيكولوجية المتاجرة سيئة. انت غير مهيأ للمتاجرة، جايلي اعمل معاك ايه؟ مهما قدمت لك استراتيجيات ناجحة بنسبة 99% والله هتخسر. فكنت اقول للراجل ايه، طيب انا هقول لك صفقات وشوف انت هتقدر تنفذها ولا لا. وكنت اقول له صفقة مثلا اشتري الباوندين في حساب ب 1000 دولار، اشتري يا سيدي بنص دولار وشوف هتكسب ولا لا، واترك الصفقة دون ايقاف خسارة تمام. هل هتكسب ولا لا؟ عند 195 50 هل هتكسب ولا لا؟ اقول له على فكرة مفروض انك تكسب لاني معاك اتجاه. راجل يجي لي بعد يومين يقول لي استاذ علي ده انا للاسف هو هبط 50 نقطة فانا خفت بصراحة فاغلقت وسكرت الصفقة. اقول له قال لي وبعد كده لقيته طلع 500 نقطة. قلت له ما هي دي المشكلة، المشكلة ليست في التحليلات ولا في الاستراتيجيات، المشكلة فيك انت ودي انا احلها ازاي؟ انت محتاج دكتور نفساني يا بيه مش محتاجني، فاهم؟ فهي دي لازم قدر المستطاع ان انت ايه تحسن المنظومة اللي حواليك. كلنا والدراسات و و و وكل الكلام ده احنا عمالين نهتم زي بيقولوا ايه
انا عايز استراتيجية حلوة، انا عايز مش عارف ايه. لا، الاهم من ده كله توفر مناخ مناسب للمتاجر. وفر لنفسك مناخ مناسب للمتاجر. لازم تكون سعيد، لازم تكون مستمتع وانت بتتاجر. يعني وانا داخل مثلا اشتريت الباوند ين عند 195 30 او 195 40، فهبط بيا، فانا مستمتع رغم ان هو هبط بيا وخسرني، بس انا مستمتع لاني مدرك ان هو هيصعد مرة اخرى وهربح من خلاله، ومستمتع ايضا. هل ادخل الدولار ين ولا ادخل الباوند ين ولا ادخل اليورو ين، ايهما افضل؟ افضل من ناحية الربح، وافضل ايضا من ناحية اللي هو ايه زي ما بيقولوا المخاطرة. لازم تحسب كل زوج عملة هل مخاطرته كبيرة ولا. خلي بالك الدولار ين هنا ما كسرش مستوى ال 154، الدولار ين ما كسرش مستوى ال 154. الحاجة دي مهمة جدا، انا هتلاقيني مشتري الدولار ين، يعني انا او مشتري الدولار ين، تمام؟ هو لم يكسر مستوى ال 154، تمام؟ لسه حتى الآن لم يكسر مستوى ال 154. شايف الشمعة ديت؟ تمام. انا طبعا انا جيت واشتريت في هذه الشمعة الخضراء، تمام. واشتريت هنا برضو، اشتريت هنا في هنا في الحساب ده انا اشتريت هنا، وفي حسابات اخرى انا اشتريت في هذه الشمعة الخضراء. ليه؟ لان خلاص الشمعة ديت مفروض تأتي شمعة افتتاحها ادنى هذا اللو، تمام، وتمتد بقى الاسفل علشان تقنعني ان انت هابط. لا، الشمعة دي قالت لي لا، انا غير قادرة على كسر مستوى ال 154. فانا عشان اتأكد ان ال 154 دي هيتم كسرها، اصبحت هذه الشمعة وهذا اللو هو المهم بالنسبة لي، ان توجد شمعة افتتاحها ادنى من هذه الشمعة، تمام. وبالتالي المخاطرة هنا هتزيد معايا، تمام. فمجرد اللي هو بقى في شمعة اعتلت منطقة ال 154، يبقى افرح يا حسين، هاي يا حسين، يبقى خلاص انت هتبدأ بقى ايه يرتد زوج العملة. كل زوج عملة وله سلوك، يعني زوج العملة ده نفسه له سلوك. الدولار ين عنده هذا السلوك، ان هو يشتغل ساعة اتنين تلاتة أربعة خمسة، ممكن تجده مثلا 3 أيام في نفس النطاق السعر. زي هنا مثلا، بص دي ساعات طويلة، بص قاعد عمال لغاية ما يقرر ان هو ايه يهبط. طيب مين المتاجر اللي هيقدر يصبر كل هذه الساعات؟ يعني كل هذه الساعات هو عمال اشتري ولا بيع اشتري. يبقى يعني الراجل في الشمعة دي الخضراء قال لك اشتري، جت الشمعة الحمراء ديت قال لك لا 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 ابيع، جت الشمعة الخضراء دي قال لك لا اشتري، فجت فاهم. كل شمعة تخليه يروح في اتجاه شكل. ده ايه الشغلانة ديت؟ ده ايه الشغل ده؟ ايه حرقة الاعصاب اللي احنا فيها؟ ليه؟ طالما ذهبت الى المستويات المتدنية، تمام، الزمنية المتدنية، خلاص. لكن انت لو رحت لليومي، اليومي بيقول لك خلاص اهو ان هو الراجل المحترم لل 154، تمام، ان هو اهو لا يوجد كامل شمعة اسفل ال 154، وبالتالي انتهى الامر ان هو ان شاء الله سيرتد من قرب ال 154 مرة اخرى، تمام. فانت تقول اه دي فرصة. طيب اشتري بقى بكام؟ يعني انا داخل لوت عالي جدا، تمام، بس انا لايماني ان هو هيرتد من هذا الزون، وعامل له طبعا الاوامر الهيدج اسفل، تمام، اسفل ال 153 50، عامل له اوامر الهيدج بحيث هو لو هبط، تمام، هلحقه باوامر الهيدج، ففي النهايه هعرف اربح من هذه المنظومه، تمام. طيب تدخل بقى الدولار ين ولا تدخل الباوند ين، ايهما افضل؟ تمام. انا بالنسبه لي الباوند ين افضل، تمام، اوضح. ليه؟ الباوند ين هنا لو بصيت على اليومي برضك، ركز على ال 195 اهو،
وقف عند ال 195. فال 195 ديت قوية جدا، اه قوية جدا. تبدأ بقى تعمل كده وتشوف، ابص ال 195 قوية جدا، عملها على الاربع ساعات تمام، وركز عليها على الاربع ساعات الاخرى. انا هدخل عند ال 195 تمام، وهعمل ايقاف الخسارة الخاص بيا، مش ايقاف خسارة، الهيدج اسفل ال 194 50 تمام. عشان لو صعد الباوند ين ده، صعد مثلا 100 بيب 200 بيب، يبقى هستفاد. هل سيصعد؟ اه متوقع ان هو يصعد، طالما ان هو ايه، ان هو اعلى مستوى ال 195. خلي بالك زي ما بيقولوا ايه، الشموع هتزولك، يعني شكل الشمعة هيفضل بقى، بص ايه ده، الشمعة دي ده هتهبط، يفضل بقى يتغير لغاية ما تنتهي الاربع ساعات. فهي دي مشكلة الشموع. لكن لو انت بتتعامل وفقا للتحليل الرقمي والارقام الخاصة بالتحليل الرقمي، خلاص انتهى الامر. انا عامل اهو 195 تمام، وعارف المخاطرة الخاصة بيا، وعامل كده اهو عند 194 50 افتتاح ادناها، على طول هدخل اعمل الهيدج الخاص بيا تمام. يبقى احنا بندردش مع بعض على اساليب وتفانين المتاجرة. في واحد تاني يقول لك ايه، طب يا استاذ علي، طالما انت قلت لي ان الباوندين صاعد صاعد تمام، طب ايه رأيك لو انا معايا 2000 دولار، انا هشتري عند 195 20، ولما يروح ل 194 او قرب ال 194 انا اشتري ايضا ب 40 سنت. يعني هشتري هنا ب 40 سنت، وهشتري عند ال 194 ب 40 سنت، ولو هبط ل 192 هشتري ايضا ب 40 سنت. اقول له طب ليه؟ يقول لي هو لو صعد هيصعد بيا كمتوسط شرائي، ممكن يصعد بيا 1000 بيب 2000 بيب تمام، وبالتالي ال 1000 دولار ديت انا ممكن تبقى 2000 دولار، تبقى 2500 دولار، لمجرد تكوين مراكز شرائيه في زوج عمله الفولاتيليتي الخاص بيه فولاتيليتي عالي جدا. لكن هل انت تضمن ان هو مثلا كسر مستويات ال 194 وال 192؟ هل تضمن ان هو ما يستمرش في الهبوط؟ هي دي اللي انت لازم تبقى ماسكها تمام. اهو بص بيقترب من ال 195، تعال بص هنشوف الارتداد. اول ما يقرب من ال 195 تلاقيه على طول ارتد، يعني بص 195 17، دي نقطة ممتازة جدا للشراء، يعني دي نقطة جميلة. اي بص ليه كده يلمس الخط، هو لمسه مرة، خلي بالك قرب منه مرة ولمسه مرة، وهنا اقترب، وهنا بعيد، وهنا هيبدأ يلمسه يقرب منه. أبص كده الخط قوي، الخط قوي يا جماعة، المية خمسة وتسعين دي قوية، فاهم؟ فأنا زي ما قلت لك، أنت هتبقى عايز إيه؟ تكوين مراكز شرائية، ولا تشتغل بالهيدج، ولا هتشتغل الاتنين من بعض، ولا هتشتغل مضاعفات؟ حاجات كتيرة قوي، رغم ان التحليل واحد، يعني ما تخلطش ما بين التحليل وادارة رأس المال. تحليل حاجة وادارة رأس المال حاجة. التحليل يقول لك اه الصفقة دي هتربح ولا لا، لكن ادارة رأس المال هي اللي تقول لك انت هتربح قد ايه في هذه الصفقة. يعني ممكن الصفقة اللي انا بقول لك عليها اللي هي الباوند ين ديت، واحد يدخل فيها ب 1000 دولار في الفوركس فيتحول ال 1000 دولار الى 1100، واحد تاني يدخل يتحول ال 1000 دولار الى 990، خسر 10 دولار وقال لك خلاص، واحد تالت يدخل ب 1000 دولار يحولهم 20000 دولار. هل هذا يحدث؟ اه، واحد دخل بقى خلاص، بص هو لما اقترب من ال 195 شفت عمل الانتفاضة بتاعته ازاي؟ هي دي بقى منظومة الأرقام القوية، منظومة الأرقام القوية في التحليل الرقمي دي حاجة يعني من الحاجات، سحر عجيب. فإن شاء الله ربنا ييسر الحال، احنا بنحاول قدر المستطاع إن احنا نفتح موضوعات كثيرة ومتعددة هذه الأيام، علشان الناس تبقى ايه مدركة احنا بنشتغل ازاي تمام. وبنعمل صفقات لايف، بقول لك انا بتحدى السوق
ان الراجل اللي هيشتري عند ال 195، بس خلي بالك يشتري ايه، بنص دولار في حساب ب 1000 دولار، تمام؟ اعمل الصفقة دي كده على حساب وهمي، تمام، تجريبي، وشوفها. ما يهمنيش بقى ينزل لكام، بس هو كده كده هيكسب، تمام؟ يعني احنا ممكن نبقى نعملها، والله هتلاقيه يكسب يعني، وينزل ل 194، روح مشتري. تعمل بقى إدارة رأس المال، هل هتعمل هيدج ولا تعمل تكوين مراكز شرائية؟ الموضوع ده جميل قوي والله، الواحد لو في وقت نعمل الكلام ده، صفقات لايف وطرق شغل كده، وتشوف الطريقة دي بتكسب قد ايه والطريقة دي بتكسب ايه، وتبدأ